بعد ما وصلنا متأخرين الحمد لله، تبقينا من صلاة الصبح وصلينا صلاة الجنازة، والآن راح ندخل الحرم. رانا متحمسين للدخول إلى المسجد النبوي اللي يتمنى عمل واحد يدخله. الله ما وفقنا إن شاء الله. هذه فنادق الجهة الغربية، وهذا الفندق اللي رانا فيه، الإقامة راهي فيه. انتظار خروج الزوجة تاعي، راه نتقطع بهذا المنظر. أنا عند فتح المجلات مجلات الشمسية ما شاء الله. بعد ما صلينا وزنا حضرنا لفتح المجلات ما شاء الله ما شاء الله، مكان ولا أروع. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله. مرجان ذهبية، مرجان غولدن هوتيل، جاي اون فاس الحرم النبوي، وعند دخول كاين هذا المحل
يبغي يشرب قهوه لاتاي عندها لي ساندويتش، وهذا يبيع كلشي بزوج ريال 3 ريال اللي بغي يقضي عليه. هادي سي لا ريسيبسيون تاع لوتيل، لي تروا زونسور وقت الصالة هنا ما قالك طاق على منطقة كي يطلع ويهود. السلام عليكم. السلام عليك يا حبيبي. وقيفة بني سعيدة بين أبويا هو الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. ما شو عك إن شاء الله عاد نروح نصلي صلاة الظهر. جيس نصيحة للمعتمرين، كي يجوا في المجموعة مع الوكالة تاعهم دائما كي يخرجوا كي يكونوا اكسسوا في المدينه ولا في مكه المكرمه خاصهم توجور يحملوا معاهم البادج تاع الوكاله، ومره توجور يديروا لاكارت نتاع لوطيل اللي راهم فيه. وفي لاكارت تاع لوطيل اللي راهم فيه جو بريفير ميو يديروا النيميرو تاع المرشد تاعهم، باش اون كاي تودروا ولا يصرى لهم اغماء ولا يصرى لهم كاش حاجه لا قدر الله يعرفوا مع اي بعثه راهم ويجيبوا حتى لوطيل. بارك الله فيكم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جدك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. تقوم بعد إن شاء الله بعد ما جيت أي بعد إن شاء الله. الآن جاء موعد باش نقدموا معلومات لكي يستفيد المشاهد. المعلومة الأولى هي فيما يخص المظلات الشمسية. هذه المظلات الشمسية هي مصنوعة، القماش تاعها مصنوع من مادة البي تي اف او، المظلة كلها ذات صنع ألماني. هذه المادة بي تي اف او هي مضادة للأشعة ما فوق البنفسجية، مقاومة للماء، مقاومة للريح، الرياح خطر تكون رياح قوية زادت الجسم. هذه المظلات تفتح في الصباح وتغلق في آخر اليوم. عدد المظلات هذو كاين 250 مظلة في المسجد النبوي، منها 6 داخل الساحة هذه اللي نشوف فيها، و6 أخرين في الساحة مقابلة لها، هذه اللي جاية على ظهر الروضة. الارتفاع تاع كل مظلة حوالي 15 متر،
لوز نتاع الميدالة كومبليت بها بلوباج تاعها هو 40 طن. أما طول كل دايرة تاع الباج فيه 15 متر. أما المعلومة الثانية هي ما يخص القباب المتحركة. هذه القباب المتحركة هي قباب للوزن تاعها ثقيل فريمون ثقيل 80 طن الوحدة. عندها موفمون هيدروليك فيها 4 تاع لي موتور. كل ضلع تاع القبة هذه فيه 18 متر. بون تفتحوا صباحا من اجل التهوية لمدة ساعتين وبعد كل صلاة تاني يفتحوها لمدة ربع ساعة يعاودو يغلقوها. عدد القبب اللي راهم هنا هما 27 قبة. عدد القبب في المسجد النبوي كاين القبة الرئيسية اللي عند الروضة القبة الخضراء هذيك كاين وحدة. كاين 170 قبة رصاصية. كاين 27 قبة متحركة. نتمنى أن الفيديو عجبكم. ما تنساوش تدعمونا تبارطاجو. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. وبارك الله فيكم. ومشاهدة ممتعة إن شاء الله. السلام عليكم.